عندي مجموعه من الفناجيل والكوبايات، يا ترى همسكها ازاي؟ كوبايه الميه ما ينفعش امسكها صوابعي فوق بالشكل ده، صح ان انا امسكها من تحت وصوابعي مقفوله بالشكل ده؟ ده الصح. طيب المج، بنبقى دايما بردانين وعايزين نتدفى ونمسك المج بالشكل ده، بس ده مش صح، مش المفروض ان انا امسكه بالطريقه دي. الصح ان انا ادخل صباعين في الودن بتاعته والتالت ساند من تحت وصوابعي مقفوله، دي الطريقه الصح. هنيجي للفنجان. طيب دلوقتي طبعا كلنا الفوم اللي فوق ده احنا بنحب قوي ناكله ونستطعمه بالمعلقة، لطيف جدا، بس لو معانا ناس مش مفروض ان احنا نتصرف التصرف ده. واوقات بحب امسك الفنجان بايدي الاتنين، برضو ده مش صح، او بايد واحدة من واسيب المكان بتاعه اللي بمسك منه مش صح. المفروض ان انا ادخل ايدي صوابعي في الحامل او الودن بتاعت الفنجان بالشكل ده، بنمسح الفوم بالمنديل الورقي بالشكل ده، ده الصح. وطبعا فنجان القهوة برضو وأنا ماسكاه ساعات ما بنحبش نمسكه من مكان المخصص، بنمسكه بالطريقة دي، برضو الطريقة دي مش صح. الصح إن إحنا الودن بتاعت الفنجان بندخل إيدنا فيها صباعين، صباع التالت ساند، وده الصح. وألف هنا.